رسالة عباس ولا هشام البحرين يقول عباس إن النظام مقبل على خطوة خطيرة تصعيدية جدا ومخيفة، فاستعرى شعب البحرين أن ينتصر ويدع الكرامة وحقوق وحرية، على أن يقف في وجه الظالم وعلى أن يضحي بما يملك من الأولاد والأموال، وكلمة الحق في وجه الظالم جائر ولا يمكن أن يحقق الآن إلا بالتضحيات، ومن التوقيف الذي عن جميع الأعمال والمدارس وقفة جدية لأيام بسيطة، لأن دماءهم غير رخيصة، دماءهم غير رخيصة قبل أن تضحك أرواح كثيرة. هذا هو لما أنا فنان للوطن، يقول عباس لما أنا فنان للوطن.